ما في شيء لو في شيء كان اول دولة الرئيس. انا بدي اوضح شغلة تانية. انا بدي اوضح هذه هيئة التنسيق طلعت احرص على البلد واحرص على الاقتصاد واحرص على انه مشان موضوع التعطيل من الحكومة ومن الوزراء ومن كل القوى السياسية بالبلد. نحن كنا عم نشتغل لنتفادى الاضراب المفتوح، اشتغلنا ليصير مجلس وزراء يوم الاثنين لتحال السلسلة لنتفادى الاضراب. طلع اخر هم اذا بيصير في اضراب ام لا، اخر هم البلد وين رايح. هن مفكرين عم نمزح معهم. نحن بهيئة التنسيق بلش اضرابنا اليوم، ما بقى نطلع من الشارع ويتوقعوا خطوة يوم الخميس. مش متوقعينا، لانه منو مقبول ينقال لجماهير هيئة التنسيق وللشعب اللبناني انه ما في شيء. طيب انه دعت لمجلس وزراء يوم الاثنين مشان شو؟ دولة الرئيس الجمعة والسبت انتو سمعتوه بالصوت والصورة قال خلصت ستحال التنين، تأمل التمويل خلصت ستحال التنين، واشتغلنا على هالأساس. هلأ بنطلع باجتماع عند دولة الرئيس ما في شيء. نحن طلبنا منه انه جلسة غد تحولت من بعد الظهر لقبل الظهر، بالأصل الجمهوري الساعة 10 قبل الظهر. طيب فلتعرض وتحال، ما عنده شيء يقدمه. نحن برأينا هناك ضغوطات كتير كبيرة من الهيئات الاقتصادية، فلتتحمل الهيئات الاقتصادية والحكومة مجتمعة وكل القوى السياسية اللي عملت معنا اجتماعات وما عم تدافع عن هذه الاتفاقات مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع إذا استمرت هيئة التنسيق النعبية بالإضراب المفتوح للآخر. كل الخطوات صارت مباحة لألا عند عدم المبالاة اللي عم نشوفها عند المسؤولين. ما في شيء، كل الخطوات ما في شيء اسمه احتلال. حتى ما نصور نحن مش ناس متمردين على النظام العام. نحن لا 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 نحن عمل ونعطس نحن 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 موظفين داخل الوزارات. نحن من قلبها ما فيش وزارات بدون موظفين. اساسا ما في دوله بلا موظفي الدوله. فنحن وقت بدنا نضرب نوقف المعاملات، نحن قاعدين على ما كتبنا فينا نوقف المعاملات ونقطع السطر، والاضراب سيكون شامل. وتحيه لهالموظفين ولهالمعلمين ولهالمتقاعدين ولهالمتعاقدين اللي عم بيسطروا اليوم، وللأجراء اللي عم بيسطروا اليوم. موقف نقابي موحد يعني بيفتخر فيه الشعب اللبناني. مجموعة من النقابيين عم بيقودوا حركة نقابية مستقلة لحماية القرار الحر المستقل بعيد عن كل الضغوط. ومهما اشتدت الضغوط حتبقى هيئة التنسيق النقابية حرة نقابية مستقلة، هدفها بس نقابة، بدها تاكل عنب ما بدها تقتل الناطور. لكن هذا هو الهدف، إقرار السلسلة وإحالتها فورا وحسب الاتفاقات. ولا شيء ما في شيء. لم نحصل على أي جواب بهذا الخصوص من دولة الرئيس. ولا شيء ما قدرنا ناخذ منه شيء لهذا الرئيس. نحن السلسلة أقرت، مش عم تسمعوهم؟ إني السلسلة أقرت وأقرت بس بدأ إحالي خلافا للاتفاقات. التقسيط نحن رافضينه، والتخفيض نحن رافضينه، رافضين اثنين إنه يسمعونا، وبدون كمان يلتزموا بالتواريخ. هذا القصر الحكومي هذا اللي هون، هذا لازم يكون قصر للشعب، مش قصر للتجار، مش قصر للهيئات الاقتصادية اللي بتشتغل بكل شيء إلا بالاقتصاد. ما شغلتهم غير يشتغلوا بالمضاعرات العقارية والمالية ويكتسوا الأرباح ويدخلوا البلد ب60 مليار دولار عجز. هولي آخر ناس بحق لهم يحكوا عن انهيار الاقتصاد. آخر ناس بحق لهم، هن اللي سببوا انهيار البلد. نحن شغلتنا وعملتنا نشتغل عبيد عندهم لندفع لهم بس ضرائب لا ياخدوها على جيوبهم 5 مصارف 500 شخص. آن الأوان لهالشعب اللبناني، مش بس لمعلمين وموظفين، ينطفد. آن الأوان للشعب اللبناني أن ينطفد على هذه السياسات لكرامته لوحدته الوطنية. هلأ الوقت، هلأ بلشت المعركة. علمك شوف كمان مع الهيئات الاقتصادية شاؤها معركة فلتكن، ومع هالحكومة اللي بتوعد وما بتوفي بالدرجة الأولى، ومع المعارضة كمان اللي ضغطت حتى ما يحلوها، لأنها كمان تتحمل مسؤولية. كلهم اجتمعوا على المعلمين وعلى الموظفين عم يستقوا عليهم. لا لا لا، حنواجههم.
شو مكان التمر؟ ونحن اجتماعاتنا مفتوحة، يعني عند أي أراء لمجلس الوزراء سنناقش ونقرر على ضوءها.